بالعمي هذه السخانه اللي راهي برا تحشب سيري مفتاح ديس هذه السخانه انت الحمد لله يا ربي الواحد كي عنده كليماتيزر في الشقه الحمد لله يا رب درك نشعلك نتهنى يروح لي قاده كستر اليوم العظم يجمد اليوم كون نصيب انا ندير تحت الزيرو كون يختاروا كليماتيزر تحت الزيرو انا الاول اللي نشري زيد نقص شد السخانه شد بالعمي هذا على راه يطلق في السخانه تحسب كوشه تاع خبز اي ديماري ديماري اي بالعقل بالعقل لو مالك حسبني ساكا تاع بوكسو ايه وانت على راك تطلق في السخانه هاكا نطيبو فيك المطلع وخلاص لا لا ما تضربنيش انا روح قر لي قدك امانك ضربك اليوم وغدا ونزيد نجيب صانعه انت ما ديرو بها تطلق البرد هاكا ها ونريحو في كوشه وخلاص ما كفاتناش السخانه تاع برا زيد تطلقها انت ضربك لا لا براني فيش لف منك تطلق السخانه منك تطلق البرد على حساب المورال وتريستي لك ناقصه ضرك نطفيك وقسما بالله كلب ما يزيدش عليك ولا يتبرد بيك انتوما غير مصلحه اوجه الفحم ايه هذه حاجه باينه انت فشتا اش نديرو بيك نخيك بالعمي انا قام عندي الزهر شجبني نشرف انا شجبني نشرف حاوجي انا وعلى انت على صنعك نخيك هاي بالرد وبالعم وتورك ايه بصح ما ديرنيش في 16 هم ولك انا صحتي ماني صايبها 16 لازم كون كاين تحت 16 كون درت تحت 16 تخرج برا 60 سخانه كشغلك تمشي على مقله حاميه هذا وين طفوني واحد بغى يريح الموتور تاعو شويه جيت نتايا راكم في ثلاث ايام شاعليني تري شي 19 الف قعديتوها ليا وعلى كان ما دخلك في هذيك مادام كاين اللي خلص الفاتوره مسكينه البرد جامي يحبس وترستي ماكس تخلص فيه من جيبك سي بوغ سا تهضر هكايا سمعتني هادي قصدي بحال ماناش نستخدمو تريسيتي قاوي هذا مكان بوي جري جري روح تشوف هذا مقلوع لسنين راه داير كليماتيزر في الساز شو داير شا بوي والله ما كان حاجه هذا علاك دايره في 16 علاه ليا وعلاك تشمت فيا ليا وعلاك حسبروك في الاس كانو حسيت ودرتو في 16 باسكو وراه هضروك في التلفزيون قالك ديرو في 16 ترتاح بالعاني عمي سعيد هذا راح يحوس يحطم لك جيبك بالعاني راستك بتجهني دير تشوف ال 25 دير دير في 25 ابوي ما ديرش علي هذا الكتروميناجي راح يحوس يفركد ما بيناتنا 16 نورمال ودير مره يشعل على 12 يدفع على الربعه ويشعل على 9 ويدفع على 12 تاع الليل بصح على ابوي وسوايع الاخرين كيف نفوتوه كيف على راستك البلوك راه مقاري لك في عقلك بان حافظوا على تريسيتي وكل واحد يدي حقه دوما ماكم تعرف ما مولو ويا بعدي هذا مالو ذا كان يشعل شو درت له تريسيتي راح عمي سعيد ايو الواحد جاي من الجامع ضربك سيركيلاسيون سخانه لي غاز والكونو جاي بيت برد في كليماتيزير تريسيتي راح هذه كاع على جالك ايه على جالو هذا هو سبب المشاكل ضربوا ضربوا قتلوا بالهروب نفرجوا دبزا ودماغ مكاش ارواح وما عندوش زهر ما خايتي اليوم يديرون مشوي